مباراة امبارح، فوز النادي الأهلي على غزل المحلة بنتيجة 3-0، نتيجة كبيرة، أداء جيد تحديدا في الشوط الثاني. الأهلي بيواصل انتصاراته وانطلاقته القوية في بطولة الدوري الموسم الجديد، سعيا نحو الحفاظ على لقبه المفضل والوصول للقب رقم 43. مكاسب كتير جدا من مباراة الأمس، محمد شريف أبرز هذه المكاسب، وتحديدا عايز أتكلم على محمد شريف شوية، لأن الناس مركزة مع محمد شريف إن هو خلاص هو ده مهاجم الأهلي أجمد واحد وكلام من ده. لا، محمد شريف لعيب كويس قوي، لعيب ممتاز، واضح هداف، يعني بيعرف الجون كويس، رجليه راحه على الجون، لعيب فعال من الاخر يعني. لكن في نفس الوقت احنا مش عايزين نقعد نضخم في الامور، يعني نقول احنا عايزين نمشي واحده واحده مع لعيبتنا. محمد شريف لسه ما عملش حاجه للنادي الاهلي، محمد شريف عنده اهداف وطموحات كتير جدا مش متوقفه على هذه المباراه ولا على ادائه في هذه المباراه. لاعب مبشر جدا، لاعب جيد جدا، منتظرين منه المزيد والكثير كمان عشان يضيفهم للنادي الاهلي باذن الله. باذن الله عندنا ثقه كبيره جدا في اللاعب ده ان هو يساعد النادي الاهلي في الوصول لللقب رقم 10 في بطولات دوري ابطال افريقيا، يساعد النادي الاهلي في تحقيق الالقاب المحليه المختلفه هذا الموسم، يساعد النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وفي السوبر الافريقي والمحلي. لعيب كويس، لكن في نفس الوقت مش جمهور الاهلي او مش النادي الاهلي اللي هو دايما يفضل لما يلاقي لعيب عمل ماتش كبير قوي نقعد نقول هو ده اعظم لعيب في الدنيا وكلام من ده. لا، لعيب كويس وان شاء الله مستمر. وهي في الحقيقه دي رساله لمحمد شريف نفسه ورساله تحفيزيه، منتظرين منه كتير جدا جدا جدا، ولاعب مبشر. بخلاف محمد شريف، كهربا للمباراة الثانية على التوالي بيحرز هدف وبيأدي بشكل ممتاز، وهي دي نسخة كهربا المنتظرة. وفي كل الأحوال في كل الأحوال كهربا إضافة قوية جدا لصفوف النادي الأهلي بجانب كل زمايله من اللاعبين، كل اللي أدوا امبارح المباراة أدوها بشكل كويس وتألقوا، والنادي الأهلي ماشي في الطريق الصحيح ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ممكن الشوط الأول كان الأهلي مش في مستواه قوي، لكن الشوط الثاني شفنا شكل ممتاز من النادي الأهلي، ولسه كمان لسه خلال الفترة اللي جاية بإذن الله الأهلي هيكون أفضل وأفضل من كده كمان بكتير.